أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج حظك اليوم. وزي كل يوم نبدأ حلقتنا ببرج الحمل. مهنيا التكبر اللي انت بتتعامل بيه مع زمايلك بيضايقهم وهيبعدهم عنك، حاول تكون متواضع اكتر من كده. عاطفيا الحب اللي انت بتدور عليه خلاص قربت تلاقيه وهياخدك لعالم جديد خالص وهتعيش حياة سعيدة. الطور مهنيا الامور هتبقى منظمة اكتر من قبل كده وده هيكون في مصلحتك وهتتحس بنقطة ليك. عاطفيا بتعجبك رومانسية شريك حياتك بس خليك حذر لحد ما الصورة تبقى كاملة قدامك. الجوزاء مهنيا هتعيش يوم من الضغوط وده هيأثر على حالتك النفسية والمزاجية بس مفيش حاجة مستاهلة القلق. عاطفيا الضغوط اللي بيمارسها عليك شريك حياتك هتوتر العلاقة اللي ما بينكم بس حاول تحل ده لو انت مهتم. السرطان مهنيا الثقة مطلوبة اليومين دول اكتر من قبل كده لان ده هيفتح لك مجالات كتير ما كنتش تحلم بيها. عاطفيا دفاعك عن حبك وعن شريك حياتك لحد الاخر ده هيزود مكانتك في قلبه. الاسد مهنيا اوعى تلعب بالنار لان ده هيأثر على استقرارك النفسي وكمان المهني. عاطفيا اظهر مشاعرك النبيلة لحبيبك لان ده هيخلي علاقتكو تستقر. العذراء مهنيا فتح باب الحوار والنقاش هو احسن طريق عشان توصل لنجاحات في شغلك. عاطفيا اسمع لمقترحات شريك حياتك لان ده هيأثر على علاقتكو سوا. الميزان مهنيا ارضى بنصيبك وحب شغلك لان هو ده مصدر رزقك ومحدش عارف بكرة مخبي ايه. عاطفيا ما تبذلش مجهود كبير عشان تلفت نظر شريك حياتك لان هو راضي بيك كده. العقرب مهنيا هتقابلك مشاكل الفترة اللي جاية وهتكعبلك بس ما تقلقش الحلول هتلاقيها وراها على طول. عاطفيا علاقتك بحبيبك بتحسسك بالسعادة حاول تقرب منه واوعى تبعد. القوس مهنيا اللي عنده ذكائك ومهارتك مش لازم ابدا يستسلم للامر الواقع انت تقدر تمشي في حياتك لمستقبل افضل. عاطفيا بعد فترة طويلة قوي من علاقتكو المفروض تكون فهمت شريك حياتك كويس قوي وتكون عارف ايه هي متطلباته. الجدي مهنيا حماستك في الشغل هتوقعك في غلطات صغيرة حاول بقدر الامكان ما تكونش مندفع. عاطفيا مهما حاولت تمثل على شريك حياتك مش هتقدر تستمر كتير في انك تخدعه. الدلو مهنيا الامور الفترة دي هتمشي في مصلحتك وهتكون اكتر مرونة من قبل كده. عاطفيا رقة حبيبك بتعجبك بس ركز عشان ما تتخدعش فيه. الحوت مهنيا حاول تركز في تصرفاتك اللي بتضايق اللي حواليك لان زمايلك اللي هتخسرهم مش هتعرف تعوضهم تاني. عاطفيا جرأتك في اتخاذ القرارات مطلوبة بس اوعى تكون متسرع